فكان مع الله في خلوة وانطلاق مع الله جل وعلا، وجاء ليلقب اسمه بلقب، فلقب نفسه بخادم الذكر وخادم الأسماء الحسنى، لقب نفسه بخادم الأسماء الحسنى. فمن كلامه في ذلك رضوان الله تعالى عليه يقول: وصيرت نفسي خادما لطريقة بها هام أهل الله في الأرض والسماء، ملأت لكم دني شرابا منظما فموتوا به سكرا، فما السكر ما الثمان. وصيرت نفسي خادما لطريقة بها هام أهل الله في الأرض والسماء. فجعل أسماء الله تعالى الحسنى ونظم كل اسم من أسماء الله. هذا الكم، هذا المقدار، إلى هنا من ديوان الشيخ إلى هنا، هذا العدد كله، هذا من الصفحات كلها مناجاة واحدة فقط، هذا العدد كله هذه مناجاة واحدة كان يرسلها إلى الله في الثلث الأخير من الليل، يبتدئ بليلة الخميس وينتهي بليلة الجمعة يوميا، يناجي الله بأسمائه الحسنى امتثالا لقول الله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكان رضوان الله عليه يذل لله ذلا عجيبا يتلاشى حال مناجاته لله إلى حد التلاشي، لما يقول في هو الله بسم الله تسبيحي تسبيح فطرتي ولله إخلاصي وفي الله نزعتي، هو الله بسم الله روحي تجردت وهامت بمجلى النور عين حقيقتي، هو الله بسم الله لولا صلاته علي لعزت من صلاتي وسجدتي، يذل لله ذلا عجيبا ويتلاشى بين يدي الله في حال دعائه ومناجاته فيقول: وقفت لك اللهم وقفة حائر بدهشة عبد بين عز وهيبتي، وقفت لك اللهم وقفة ذاكر لإخلاء أركاني وملء طويتي، وقفت لك اللهم وقفة خاشع ملأت بك اللهم سر سريرتي، وقوفي لك اللهم كون أردته فلا تك خلوا من مراضيك وقفتي. هذا الذل لله جل وعلا والتلاشي والتناهي، وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان حقيقة إذا أراد أن يناجي الله، يقدم بين يدي مناجاته لله ذلا وانكسارا وتطامنا وتواضعا وتلاشيا بين يدي الله، ليكون عند الله رفيعا وليكون عنده منيعا. من ذلك كذلك عندما يناجي الله قوله: إلهي أظهرت الجميل تفضلا وسترت يا غفار كل قبيحة، إلهي ما في القبح كالذنب بارزت به نفس مخلوق جلال الألوهة، إلهي يعيش العبد ما عاش عاصيا وأنت إلهي ساتر للخطيئة، يبارز بالعصيان مولاه عالما بأنك محصي جهره والخفية، إلهي بئس النفس نفسي تسوقني إلى غير ما ترضاه غير حيتي، تخوض غمار الغي قد حال بينها وبينك منها غمرة فوق غمرتي،
وهكذا يمضي في انكسار وتبتل لله. وفي دعواته رحمه الله يلتمس الأسباب فيقدمها بين يدي مسألته لله الملك الوهاب. اعجبوا معي رضي الله عني وعنكم وعافاني وإياكم وغفر لي ولكم وسترني وإياكم وجبرني وإياكم وهداني وإياكم واصطفاني وإياكم وعافاني وإياكم، عندما يأتي إلى في مقدس النفوس، لما يأتي لمقدس النفوس ويجمع في دعوته سيلا من الضراعات والوسائل والتوسلات لله جل وعلا. طبعا مقدس النفوس غير الوادي المقدس، الوادي المقدس هو الدعوة التي ضمنها أسماء الله الحسنى أو دعا بأسماء الله الحسنى بها، كلها من هو الله بسم الله تسبيح فطرتي إلى آخر الأسماء الحسنى 99 كلها دعا الله بها. ولما انتهى إيش قال الشيخ؟ قال وقد سمى دعوته الوادي المقدس. إيش قال؟ قال طنبت في الوادي المقدس خيمتي ورعيت بين شعوبه أغنامي، قل للذئاب الكاسرات تفسحي، عز الحمى وأعز منه الحامي، فلقد نزلت على عظيم قادر، عز الجلال إليه والإكرام، يقضي ولا يقضي عليه نزيله، لو ضامه الثقلان غير مضام، من بعد ما طردت كل مطرد ونشبت بين أظافر الأيام، سترتني الأسماء في ملكوتها فحجبت عن فهمي وعن أوهامي. إيش معنى طنبت بالوادي المقدس خيمتي ورعيت بين شعوبه أغنامي؟ يعني هذا السيد من الدعوات الذي أرسلته إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى، طنبت فيه خيمتي ورعيت بين شعوبه أغنامي، أي بين ثناياه أرسلت حاجاتي ودعواتي وضراعاتي إلى الله. أغنامي يعني حاجاتي، أرسلت حاجاتي مشفوعة بهذا الذكر الغطنطم الزخام. وفي مقدس النفوس توسل بين يدي دعوته بالأسماء الحسنى كلها أيضا، اللي هي الدعوة التي كان يدعو الله تعالى بها بعد صلاة الصبح، أصبحت لا أملك للنفس وطرا ولا أرد ذرة من القدر، أحمد مولاي على خير وشر، مستسلما لما قضى وما قدر، منتهيا عما نهى لما أمر، أصبحت والذنب عظيما موبقا، أوقعني في أسر أشرك الشقا، إن لم يكن لسيدي موفقا ولم يكن لتوبتي محققا، فأين من جاتي كللا وزر، أصبحت عبدا في مقام الذلة، قضيت عمري باطلا وضلا، أبارز الله بقبح الخلة، أنتهك الزلة بعد الزلة، كأنني أمنت خزيا منتظر، تلك صفات بئس وصف المتصف، عن كل ما يرضي إلهي منحرف، أواه أواه عبيد مقترف،
مصرح عما جنيت معترف لا أرعوي لحكمة ومزدجر. هذه الدعوة كان يوصلها في وقت الصباح، وفي منتصف الليل بعد الوادي المقدس كان يرسل الكلمة الطيبة. بعد في مقدس النفوس، بعد أن مر على أسماء الله الحسنى كلها، شوف التوسلات التي توسل بها. انتهى من الأسماء الحسنى يتوسل لله تعالى، بعد أن كان يقول: يا رب أنا أصبحت لا أملك للنفس وطار، ولا أرد ذرة من القدر، أصبحت والذنب عظيما مبقى، يتلاشى بين يدي الله كعادته، ثم عرج إلى التوسل بأسماء الله الحسنى. ثم بعد ذلك جيش جيشا من التوسلات، والله وتالله وبالله وأيم الله وأيم لله، لا تخطر على بال أن يتوسل بها إنسان. تبدأ بعد الأسماء الحسنى قال: بكلمة الإخلاص حصنك الحصين، بحق توحيدك حمك المتين، بكل سر لك في الغيب خزين، بحق ذكر أهلك المقربين، ممن أسر بالدعاء ومن جمر. من يتصور هو بين يدي الله في حالة استغراق وانطلاق إنه يخطر بباله أن يتوسل بأذكار، لما بأذكار، بأسرار أذكار أهل الله المقربين، ممن أسر منهم بالدعاء ومن جهر. من يخطر بباله وهو في حالة استغراق مع الملك الخلاق؟ من؟ في نشوة الأرواح، كما يقول هو: نشوة الأرواح تحت الهوية، بحق ما، هل القرآن الكريم، توسل بالقرآن، بحق ما أنزلت من كلامك، بحق ما أفهمت من إلهامك، بحق ما دل على إعظامك، بحق ما تعلم من ثنائك، بحق أحزاب الميامين الغرر. والله لا يخطر على بال أحد. لكن ترى من دلائل حب الله للعبد أن يلهمه دعاه عند لقاه في اللحظة التي يكون فيها. لكن يقول الشيخ أحمد بن خليل الله يحفظه، يقول في الحق الدام، يقول: وإذا كان العبد وهو في هذه الحياة الدنيا مع كثافة حجب طبائعها المادية يتراءى له في ذكره ودعائه من مشاهد العظمة والجلال ما يجعله يغيب عن وجوده غارقا في عالم شهوده، مشغولا عن نفسه بما يمده به الحق تعالى من ألطاف الأنس المتراسلة من حضائر القدس. هذه لحظة لله فيها تجليات، ومن ذاق عرف، ومن عرف اغترف، ومن حرم انحرف. من ذاق عرف، ومن عرف اغترف، ومن اغترف، ومن لم يذق انحرف. يقول: بدعوات رسلك المطهران، بدعوات الأولياء الخيران، بحق أذكار الكرام البرران، بكل ما تجزي عليه المغفران، وكل ذكر لك في اللوح سطر، بالصلوات الطيبات أو ألوم، بالباقيات الصالحات أسألوم، بالكريم الطيب لي معولوم، بكل ما ترضاه مني أنثلون، لم يفتقر داع لوجهك افتقر.